بشكل عام، وكمان اتكلمت على رحيل علي معلول ومين اللي هيكون موجود في الجبهه اليسرى. انا بقول يعني بنسبه كبيره يعني اكيد محمود وحيد لاعب مهم جدا ولاعب مميز جدا، واعتقد ان هو محتاج فرصه علشان يعني ينافس شويه علي معلول على مركز الظهير الايسر. لكن علي معلول واحد من اللعيبه الكبيره جدا. بالمناسبه علي معلول سافر واستاذن من الجهاز الفني والاداري علشان يكون موجود في تونس لبعض الظروف الخاصه به، على ان يعود بعد المباراه مباشره علشان يستكمل استعداده مع النادي الاهلي لبطوله الدوري وايضا للقاء السوبر المصري امام نادي الزمالك. لسه مكملين مع الاخبار ونروح من مداخلة خاصة بأخبار النادي الأهلي لخبر خاص بلجنة التخطيط للكرة، وخبر دراسة لجنة التخطيط للسير الذاتية للمدربين المرشحين للأهلي. يعني زي ما حضراتكم متابعين أكيد وبتقروا ومهتمين بالوضع الحالي اللي وصل لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط، من حيث وصلنا لإيه للمدير الفني، هل هيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي، هل هيتم التعاقد مع مدير فني مصري. وبالتالي يعني التاريخ بيقول أن النادي الأهلي على مر تاريخه بنتكلم في نسبة 75-80% من المدربين اللي كانوا موجودين مدربين أجانب. النادي الأهلي نادي عالمي، وبالتالي لازم أو لابد من التعامل معاه بشكل احترافي. وجود مدير فني أجنبي أكيد هيكون مهم جدا، ودي رؤية مجلس الإدارة ورؤية لجنة التخطيط. وبالتالي كان في النهاردة استعراض ل 30 سيرة ذاتية لمدربين عالميين من كل أنحاء العالم. 30 دول تم تصفيتهم إلى 5 أسامي علشان يتوافق ويتناسب إمكانياتهم وقدراتهم مع إمكانيات لاعب النادي الأهلي وطموح مجلس الإدارة والجماهير. وبالتالي هيتم اختيار أفضل واحد منهم خلال الأيام القادمة إن شاء الله علشان يستعد بالنادي الأهلي لبطولة الدوري المصري الممتاز. زي ما حضراتكم عارفين اللجنة موجود فيها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والدكتور الشيخ طه إسماعيل، والكابتن زكريا ناصف، والكابتن خالد بيبو، وهم قادرين بأسمائهم الكبيرة بتاريخهم الطويل جدا سواء إداريا أو فنيا أو كرويا أن هم يختاروا الاسم المناسب لقيادة النادي الأهلي الأيام القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز. هعلق على حاجة أخيرة قالها مستر مارتن لاسارتي النهاردة في بعض التصريحات، وقال أنه تم الاستغناء عنه بسبب كلام في المؤتمر الصحفي، وانه اخذ بطوله الدوري المصري الممتاز. مع كامل الاحترام والتقدير لحضرتك، بطوله الدوري المصري الممتاز هو امر طبيعي جدا في النادي الاهلي 41 مره، ما اعتقدش ان في حد بينافس النادي الاهلي 12 مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، لكن 12 بطوله دوري بنتكلم في فارق شاسع جدا ما بين الاهلي والزمالك في عدد البطولات المحليه. وبالتالي طموح جمهور النادي الاهلي والاداره دايما بيكون في مستوى، دايما بيكون في حصد للبطولات، بطوله الدوري، بطوله افريقيا، بطوله الكاس، بطوله السوبر. جمهور الاهلي اتعود ان هو ياخد كل البطولات. جمهور الاهلي للاسف لما فريق الكره بيخسر بيكون يوم حزين جدا على الكره المصريه. ليه بقول الكره المصريه مش الكره الاهلاويه؟ علشان خاطر نتكلم على حوالي 70% او 65%، علشان ما حدش يقول انت بتبالغ قوي، من جمهور مصر هو جمهور اهلاوي. وبالتالي الجمهور الاهلاوي او الجمهور المصري المشجع لنادي الاهلي بيكون حزين جدا جدا جدا. كلنا بنشوف ردود الافعال على السوشيال ميديا، ردود الافعال اللي موجوده في الشارع، في الشغل، في اي مكان حضرتك بتتكلم فيه عن كره القدم. اعتقد ان 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 الجمهور الاهلاوي زعلان. علشان كده مستر مارتن طبعا يعني انت كنت مشرف منور هنا في مصر وفي النادي الاهلي، واحنا كنا سعداء ان حضرتك تكون موجود، لكن للاسف طموحاتك ما كانتش ابدا تتناسب الجمهور الاهلاوي ولا مجلس الاداره. احنا دايما بنبص على الفوز بالبطولات كلها، مش بنبص على يعني فوز ببطوله الدوري. لما بنفوز بالدوري بنقول يعني موسم سيء، يعني الموسم الناجح بالنسبه لنا ان هو يكون في دوري وافريقيا. الموسم الكامل للمتكامل بالنسبه لنا الدوري وافريقيا والسوبر الافريقي والكاس والمشاركه في كاس العالم للانديه. 4 بطولات نحققهم من 5 بطولات، بس وجودنا في كاس العالم للانديه ده حاجه مشرفه وحاجه بنحبها. بنحب نشوف لاعبتنا مع نجوم العالم، مع ريال مدريد قبل كده، مع ليفربول، مع اي سي ميلان، مع ساو باولو، مع كورينثيانس، مع بوكا جونيورز، مع ريفر بليت، مع انديه كتيره جدا موجوده عالميه. هو ده المكانه الطبيعيه للنادي الاهلي، النادي الثاني عالميا في تحقيق البطولات القاريه بعد نادي ريال مدريد. لسه مكملين مع حضراتكم الاخبار النادي الاهلي والتعاقدات في لعبه كره السله، وايهاب امين بعد التعاقد
مع النادي الأهلي. إيهاب أمين في أول تصريح للموقع الرسمي للنادي الأهلي: فخور بارتداء قميص الأهلي وسنقاتل لإسعاد الجماهير بالبطولات. إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي عبر عن سعادته الكبيرة بإتمام إجراءات انتقاله لصفوف النادي، معبرا عن فخره الشديد بارتداء قميص الفريق خلال المواسم القادمة، وأوضح أنه تلقى عروض من أندية الزمالك والاتحاد السكندري فور عودته من المشاركة في دوري الجامعات بالخارج، ولكنه وافق على اللعب للنادي الأهلي فور تلقي العرض، مشيرا إلى أنه تمسك بإتمام هذه الصفقة رغم الضغوط اللي شهدتها الساعات الأخيرة قبل موافقة إدارة نادي سبورتينج بشكل رسمي على الانتقال الأهلي، ويوجه الشكر لمسؤولي النادي على تمسكهم بإتمام التعاقد معه. طبعا يعني كابتن إيهاب ليه كلام كتير جدا وتصريحات كتيرة جدا على الموقع الرسمي، لكن احنا بنحاول نقول لحضراتكم بعض الكلام والتصريحات، وقال ايضا الى لفة طيبة واشار الى ان لقطة الهدف بتاعت الكابتن محمد ابو تريكة نجم النادي الاهلي السابق في مرمى الصفاقيس التونسي بنهائي دوري الابطال من 2006 من افضل لحظات حياته، لذلك سيقاتل خلال الفترة المقبلة من اجل اسعاد الجماهير بالفوز بالبطولات والمنافسة على كل الالقاب في الموسم الجديد. طيب نروح لبعض الاخبار العالميه، ونبدا بخبر عن محمد صلاح نجمنا نجم نادي ليفربول. محمد صلاح مستعد لخساره ثالث حذاء ذهبي مقابل تتويج ليفربول بالدوري. انا شايف ان تصريح محمد صلاح ده بيكون كل موسم، وده بيدل على يعني ما عندوش حب ذات، بيحب فرقته، بيحب جمهور ليفربول، علشان دي البطوله المحببه اللي غايبه عن فريق ليفربول من موسم 92، وبالتالي بنتكلم في يعني سنين طويلة جدا ليفربول لم يحقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالرغم من حضراتكم تخيلوا أنهم حققوا لقب دوري الأبطال، إلى أن جمهور ليفربول يتمنى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، علشان بالنسبة لهم هي أغلى بطولة محلية وأغلى بطولة وأقدم بطولة، أقدم بطولة بالنسبة لهم. وبالتالي محمد صلاح قال في تصريحات أنه لن ينزعج محمد صلاح مهاجم ليفربول في حالة خسارة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي مقابل حصول فريقه على اللقب. وقال صلاح طبعا في تصريحات لشبكة CNN: نعم أهدف للحصول على جائزة الحذاء الذهبي مجددا، ولكن الألقاب التي يحصل عليها الفريق تأتي أولا، خاصة لقب الدوري الإنجليزي. وفي سؤاله عن خسارته ليه الحذاء الذهبي مقابل فوزه بالدوري الإنجليزي، قال نعم بكل تأكيد قد أتوج بالحذاء الذهبي مرة أخرى في الموسم التالي، لكن المهم أو الأهم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. صلاح سجل 44 هدف في جميع المسابقات في عامه الأول في ملعب أنفيلد في موسم 2017-2018، و27 هدف في الموسم الماضي، لكنه يعتبر نفسه يلعب كجناح وليس مهاجم. صلاح بيقول ايه على الحته دي؟ بيقول ان هو ان انا لست مهاجما، العب كجناح، لذا فان وظيفتي ليست فقط ان اسجل اهداف بل ان اساعد زملائي ايضا على التسجيل. نروح للدوري الانجليزي لكن مع نادي استون فيلا ومحمود حسن تريزيجيه. وانور الغازي يكشف مشكله تعرض لها تريزيجيه في ايامه الاولى مع استون فيلا. كشف انور الغازي جناح استون فيلا الانجليزي عن مشكله تعرض لها زميله النصي محمود حسن تريزيجيه رفقه بعض اللاعبين الجدد بالفريق. وقال غازي في تصريحات لجريده بيرمنغهام ميل: الامر اصعب قليلا مع اولئك الذين لا يتحدثون اللغه الانجليزيه جيدا. واضاف اللاعب الهولندي: نتعرف على بعضنا البعض جيدا لاننا نتدرب معنا كثيرا وكلنا نساعد بعضنا البعض في الاستقرار. طيب طيب احنا دلوقتي خلصنا مع حضراتكم كل الاخبار اللي موجوده سواء محليه او حتى عالميه. طبعا بعد الفصل هيكون معانا الكابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، هنتكلم فيه قضايا مهمين جدا جدا جدا. لكن قبل ما نروح لفاصل نستقبل بعديه الكابتن محمود صالح. ما في شك ان انجاز كره اليد المصري هو واحد من افضل الانجازات اللي اتحققت في الرياضه المصريه بشكل عام. شفنا سياده الرئيس ازاي كرمهم وازاي اخذوا وسام الرياضه من الطبقه الاولى، وفي نفس الوقت الجمهور المصري كان عايز يفرح، بقالنا فتره كبيره مش عارفين نفرح مع صعيد المنتخبات. امم افريقيا مع مستر هيكتور كوبر صعدنا للنهائي الافريقي لكن خسرنا من الكاميرون في النهايه، ايضا في بطوله كاس العالم اخفقنا بثلاث هزائم، كمان في بطوله امم افريقيا اللي كانت على ملعبنا وسط جمهورنا فشلنا في الصعود وخرجنا من دور ال 16، وبالتالي الجمهور المصري وجد ضالته في منتخب اليد للشباب، الشباب اللي فعلا قدر ان هو يفرحنا ويفرح مصر كلها ويفرح الدول العربيه والافريقيه. علشان كده هنروح لتقرير مع الجمهور المصري اللي فرحان بالانجاز واللي كان متواجد في مطار القاهرة علشان نشوف ردود الأفعال وكلامهم عن البطولة، وبعديها نرجع نستقبل الكابتن محمود صالح. خليكم معانا.